خليني أروح مع حضراتكم دلوقتي للدقهلية، وبتتواصل في محافظة الدقهلية الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، وذلك من خلال معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل المنصورة. تم الإعلان عن رفع 298 طن قمامة و30 طن أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية في المنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة. في شرق المنصورة كمان تم تكثيف رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى. كما تم متابعة أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة طريق المنصورة أجا بطول 500 متر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.